السلام عليكم، كيف أحوالكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. هنكمل مع بعض النهاردة بمشيئة الرحمن سلسلة فيديوهات كل يوم صفحة من القرآن الكريم، كل يوم صفحة من كتاب المولى عز وجل، كل يوم صفحة ترفعنا في الدرجات وتمحو عنا بعض الخطايا والذنوب والسيئات. لو لسه بدأتش استعن بالله وابدأ، ابدأ من هذه اللحظة، خلي دي البداية. كل يوم صفحة واحدة بس من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، صفحة واحدة بس تذكر بيها الله. خلي كل يوم صباحا ليك ورد يومي من القرآن الكريم. أبسط الأمور خالص صفحة واحدة من كتاب ربنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو ده اللي هيطمئن قلبك، هو ده اللي هينور لك طريقك في دنيتك وآخرتك. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهو ده اللي هينفعك في الدنيا وفي الآخرة. استعن بالله وتوكل على الله وابدأ. وعشان تتحمس وتتشجع أكتر، خد الموضوع تحدي بينك وبين الشيطان اللعين، يا إما أنت تنتصر يا إما هو ينتصر. واعلم إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كده كده الشيطان ضعيف، أنت اللي محتاج عزيمة وإرادة عشان تقدر تهزمه. تتوكل على الله، ما يتوكل على الله فهو حسبه. استعن بالله وابدأ، ولا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. النهاردة إن شاء الله اليوم 61، موعدنا مع صفحة 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. استعن بالله، توكل على الله، وخلي دي البداية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.